نعم سي محسن أو معي. نعم معنا سي عبد الرحمن، يعني باش ما تبقى من الوقت باش يتفاعل معاك سي عبد الرحمن تواتي. تفضل سي عبد الرحمن. مرحبا، اهلا بك سي محسن. هو يعني نهضة بشعار المحافظة على الاستقرار كانت متمسكة بيوسف الشاهد وعدم تغيير الحكومة. نعم. اليوم معناها السؤال، لأنه كلمة السيد راشد الغنوشي رأيت ما هيش معناها مطمنة، تطرح معناها نقصد معناها ما هيش من غير خلفية، يعني تطرح نقاط استفهام، تطرح تساؤلات كثيرة. مثلا أولا، متى تتغير الحكومات؟ هل الحكومات تتغير بإرادة حزب هي؟ يعني لما تكون ثم حكومة متمسكة أو عندها السلطة وفي انتظار انتخابات قادمة، يعني يجي حزب يقترح تغيير حكومة اللي هو مثلا كما حركة النهضة؟ ثم ما معنى حكومة تكنوقراط توا في الوقت الحاضر؟ ما معنى حكومة انتخابات؟ من سيكون فيها؟ من هو الطرف الذي من هي ما هي الأطراف التي ستساهم في اختيار أعضاء هذه الحكومة؟ ثم لما يقول أنت تقول احنا لم ندعو إلى تغيير الحكومة، وقت السيد راشد الغنوشي يقول هذا غير مستبعد، يعني أمر وارد تغيير الحكومة. يعني هنا ما نعرفوش احنا تو حركة النهضة أين تضع نفسها؟ هل هي متحكمة في المشهد السياسي؟ هل هي حزب؟ هل هي يعني بيدها تغيير رئيس الحكومة وتغيير الحكومة؟ هذه أسئلة. تغيير المشهد يعني. السياسي. أي. ثم ايش معناها حكومة التكنوقراط تو في الوقت الحاضر؟ وش معناها حكومة انتخابات؟ سؤال آخر سي عبد الرحمن باش يجاوب عليه أيضا سي محسن، هل أنه حكومة التكنوقراط قادرة أنها باش تحل الإشكالية وهالأزمة في البلاد، مع العلم أنه جربنا ثم وقت يقول السيد راشد الغنوشي يقول نحن في تشاور مع كل الأطراف، شكون من الأطراف؟ شكون من كل الأطراف؟ هذه بقى الأسئلة، رغم ما عطناش أجوبة، أعطانا أسئلة. نعم. وأنا نعم. نشاطك في كلمة قلتها توا في تعليق الأخير، أنه الشعب التونسي مسكين وقليل بالحق، لأن مشاغله تو ولت مشاغل خبز، ولكن السياسيين مشكلتهم هي الانتخابات. نعم. واضح. نعم. تفضل سي محسن. شكرا بارك الله فيكم، شكرا سي عبد الرحمن، تحية لك مجددا، احترامات التقدير. شوف انه نحن نحن حزب وطرف بطبيعه الحال في الساحه، وهذا من ناحيه الهيكليه، من ناحيه التنظيميه، من ناحيه الوزن على مستوى البرلمان، يكون عندنا راي، يكون عندنا موقف بطبيعه الحال في كل ما يدور في هذا البلد. ولكن احنا مش نوحدنا، احنا نتشاور مع كل الاطراف. السيد رئيس الحركه وقت جاء نتشاور مع كل الاطراف، ما يعني كل الاطراف، كل الاطراف باينه، سواء النداء او الجبهه الشعبيه او الاتحاد العام التونسي للشغل او الرابطه او كل الفاعلين نتشاور معهم، وكل بطبيعه الحال من لديه دور ما في هذا البلد نتشاور معه. بالنسبه لل قلت سيادتك معنا السيد رئيس الحركه قال معنا باش نغير، واحنا قلت احنا نذكركم جيت في معنى ذكرته منذ حين، هو رانا شرطنا نحن قبل على السيد رئيس الحكومه اذا يحب يواصل في رئاسه الحكومه هو وحكومته المحترمه انهم يعنوا انهم مش معنيين بالانتخابات. سيد رئيس الحكومه بطبيعه الحال ما تفعلش وما ردش على المعنى هذا وما علقش على المعنى هذا اصلا من ناحيه الدستوريه، يحق له في ذلك شك، ولكن من ناحيه خليني نقول الادبيه الاخلاقيه، ونحن في تجربه الان ما زالت تغضى وشكوك معناها برشا من الاطراف المتداخله فيها، يقول لك هاو توظف الدوله هاو توظف مقدوراتها نعم. الى ذلك احنا قلنا نبرا هذه الشبهات جميعا، ولتنقيه الاجواء، ولعدم ترك كل اي تعله ممكن تسبها طرف في شكك في الانتخابات، في نزاهتها، في الاداء، في الاداره كذا، تبري في راب اللي تاخذ الحكومه مسافتها على الانتخابات هذه، اما بالاستقاله ولا تعلن انها معنيه. الحكومه الان كيفاش تنحى هي الحكومه؟ ما عندها زوج طرق تنحى بها الحكومه. بالضبط. اما انها السيد رئيس الحكومه يستقيل من تلقاء نفسه، وهذا لما طلبه منه النداء لم يستقل. نعم. وبعد جو يلوم علينا نحن بالضبط، يبرز فيهم معاه انتم حبيتوه برا وقولوا له انتم معناها لما كان هو ولدكم برا قولوا له استقيل، هذه الطريقه. قال لا ما نستقيلش، ما حبش يستقيل. قولوا رانا قلنا له هو رفض، يجونا نحن بتاع شنو لول اثنين ما حبش يستقيل هو، ثم طريقه اخرى دستوريه نعم تعرضوا على البرلمان. نعم. واذا كان انت عندك وزن انتخابي وانا بتاع اصوات داخل البرلمان تجيب 109 معناها تسقط، ما حبوش يزور البرلمان. ايش نوع طالبين؟ قالوا انتم تدخلوا الناس شنو معناها؟ انتم تعملوا مشكله تحبونا نحن نحلوا فيها؟ انتم عندكم خلاف وتستعملوا فينا نحن اداه باش نمشي معاك في هذا الاتجاه او ذاك؟ عركه خارجنا نحن. للاسف الشديد قاعده شظايا ترتد علينا ويحملوا نحن فينا المسؤوليه. ماك تحبوا الثقيل وانت اللي جبته. دار الثقيل نحن وقت اختلفنا مع السيد حمادي جبيل لما كان رئيس الحكومه في وقت من الاوقات واعطاه راي، ونحن اعطينا راي مخالف وقت اللي خذا قرار الشورى قراره، مشينا بلغناه له مباشره انا اخذها. نعم.